طلابنا نجي على حالة أخرى، حالة مهمة. إذا كان عندك الشيب غير منتظم، يعني مثلا عندك هذا الشكل، هذا الأريا عندك هاي باللون الأصفر عبارة عن كيرف، والكيرف مطيق معادلته بالسؤال، يعني عادة يعطيك المعادلة. هم تعرف معادلة إخواني شو تقول؟ تقول y equal k x مرفوع القوة 2، يعني x هو المرفوع القوة 2، يعني x تربيع. واضح؟ قاعدة هاي الأريا A وارتفاع هاي الأريا H، واضح؟ شو يريد لك؟ تحسب له locate the centroid، يريدك تحسب السنترويد مال هاي الأريا. طبعا بالبداية مثل ما تعودنا شباب، أول شيء تحسب الأريا، تمام؟ تكامل دي أريا. هسه بعدني ما بحدد الشريحة، هسه راح أجي أحدد الشريحة. الشريحة مالتي أنا أفضل يعني ماني نفسي تسي تقول أمال دي إكس، واضح؟ دي إكس واضح موازي للمربع اكس، والارتفاع مالها شباب واي، واضح. هسه راح اجي اكامل لما وضحت عندي الصوره. حدود التكامل من اليون طلاب، لو تشوف من 0 تو اي، واضح قاعده مال هاي الاريا 0 تو اريا، عفوا تو اي سمول اي. طيب الدي اريا كذلك نفس الشيء، لان باعتبار هاي الشريحه مستطيله الشكل، يعني تقريبا مستطيله الشكل، احنا نفرضها مستطيله. فايش نقول؟ هي عباره عن مساحه مستطيل طول في العرض، يعني طول الشريحه الواي في العرض مالتها الدي اكس، تمام شباب. هسه نفس المشكله اللي واجهتنا بالمثلث لا تتذكرون راح تجينا هنا، بس هنا انا ما قلت تشابه مثلثات، لا عندي علاقه رياضيه هم معطينيها بالسؤال. لو تيجي تباوع العلاقة الرياضية شو تقول؟ هي طبعا y بلالة x، ال y تساوي kx مرفوع القوة 2. طبعا ال k هو كونستانت، يعني رقم مو متغير مثل ال y وال x، لا مثل رقم 1 2 نصف وهكذا. فأجي هنا أخواني لازم أطلع قيمة ال k وأخلص من عندها بالبداية، وبعدين أثبتها بالمعادلة. فقيمة ال k أخواني راح أسوي لها مثل try and error، يعني أشوف شو تساوي أصلا بالحقيقة. لو أسوي جدول صغير، إذا عوضنا قيمة ال y 0، جد قيمة الـ x أيضا 0، طبعا 0 و 0 ما يجوز، و k راح تطلع قيمتها مجهولة، تمام. لكن إذا عندي قيمة الـ x هي a، يعني أقصى شيء، الـ y جد عندي من الـ x عندي a، الـ y جد عندي إخواني لو تشوف باوع من الشكل h، واضح. فش راح يصير شباب؟ هسه راح أحطها على جنب. إذا كانت الـ y h، تمام، تساوي الكي تبقى كونستانت، الاكس ايش قد صح اصير شباب؟ شو قلنا اصير تربيع، واضح؟ اها فقيمه الكي وجدناها شو تساوي؟ تساوي اتش على اي سمول تربيع. طبعا هذا الاي مو معناته اي سمول، لا هذا اي انا رقم اعطيتك اياه كونستانت، شلون البي من حلينا بالمثلث وهكذا، يعني البيسمنت مال هذا الشكل او البيس عفوا مال هذا الشكل. هسه من نجي عوض قيمة ال k هنا بالمعادلة، هم راح تبقى عندي ال y، فال area شو راح تساوي هنا اخوان؟ راح اجي عوض area تساوي تكامل from 0 to a، هاي الـ a small. ال y شو عوض عنها؟ عوض عنها هاي المعادلة، تمام؟ ال k ايش قصد طلعنا؟ قيمتها هي h على a تربيع، اثنيناتها اني كونستانت، يعني مو متغيرات. بقى من هو متغير عندك ال x تربيع والدي اكس. طيب تجيني معادله اقدر اكاملها؟ نعم اقدر، ليش؟ لان عندي فقط الاكس هو المتغير. فمن نجي اكامل الاري يساوي واضح لك الاتش اوفر اي تربيع، هذا يطلع خارج التكامل كونستانت، راح تصير اكس تشعيب تكامل، يعني عادي اخذنا بالمتوسطه او بالاعداد العاديه، اكس تشعيب على داخله هي اللي هو اخواني من 0 تو اي، واضح. شقد راح تطلع الاي من نعوض قيمه الاكس مره اي مره اي ومره 0، شو راح تطلع قيمه الاريا هاي تربيع، واصير اخواني اي تكعيب على جد على ثلاثة، لان الزيرو ياكل الاكس، فهاي اختصارات. نعم شنو الاختصار صار؟ الاي راح تبقى اي بي وحده فوق، تمام في الاتش. هاي شنو يا شباب؟ هاي قيمه الاريا توتال. زين انا سؤالي شو يقول؟ يقول لي يابا لوكيت ذا سنترويد، يريد السنترويد مال هذا الشكل. طيب انا من حسبت الاريا مالته من السهوله، شنو شباب؟ من السهوله احسب السنترويد، ارجع نفس القانون باوع، نفس القانون مالتي قبل شويه، سوري
نفس القانون اللي حسبنا قبل شوية بالنسبة للأريا كامل لأريا. طيب وشو شريحة في حساني بعد ما أخذها شنو؟ شريحة ما أخذها موازية المحور الواي ناد دي إكس الواحد من نفس الشريحة. هنا إذا حسب الأكس بار واضح؟ ناخذ دي إكس أحسب معتها إكس بار، من ناخذ دي واي خذها ملاحظة هاي أحسب معتها واي بار. أعيدها مرة ثانية الملاحظة، إذا أريد أحسب إكس بار إذا عندي دي إكس، وإذا أريد أحسب واي بار إذا أنا عندي شنو؟ دي واي. يعني لازم أغير شكل الشريحة يصير بالموازي الإكس. طيب إيش أضيف؟ قلنا المعادلة إخواني عمود تساوي أضيف لها اكس بار. طيب احنا قبل شوي شلون جد طلعنا قيمه الاريا؟ هي اي اتش اوفر 3 اي اتش حاول ماكو داعي ان نطلع قيمه اي اتش اوفر 3 تساوي تكامل نفس قيمه دي اكس فروم 0 تو اي. واضح نفس الحاله هنا ايش دخل عندي؟ عندي دي اي اللي هو شنو شباب؟ عندي اكس عم ادور المعادله اكس في واي دي اكس نفس قبل شوي مشو عفوا في الفيديو السابق من حلينا للمثلث. واضح هاي اي هسه نفس الحاله اجي شنو اعوض بمكان الواي شنو بماشي عاده المعادله اللي حطيني هذا السؤال قيمه الكي انا عرفتها لا قيمتها مشو وتساوي كي جي طلعنا هذا تشوفون شباب شوي الكي هي اتش اوفر اي تربيع اتش over a تربيع h over a تربيع. واضح بقى ايش عندي اخواني؟ بقى ال x تمام تكمل from 0 to a. طبعا هاي ال x تدخل ياما نصير اخواني ويا ال x مال المعادله وعندنا معادله نقول هو ال k في ال x تربيع ال k عرفنا قيمته هي h over a تربيع تمام ال x تربيع وال x تربيع في x هنا راح تدخل عليها راح تصير x تكعيب dx. اعتقد مفهومه هاي ال x جبناها عمود نوازي المعادله وعوضنا قيمه ال y هو ال k x تربيع ال k هو h over a تربيع بقت ال x تربيع في x صاد x تكعيب هاي تكامل من 0 to a هي small يعني طبعا بكل بساطة تقدر تكامل هنا h over a تربيع واضح from 0 to a. طيب الـ x صح تكعيب عصير على 4 على 4 تكامل جدا بسيطة وتختصر الـ x bar وتعوض عن الـ a توضع هنا h over 3 واضح واخيرا راح نطلع على كل اكس بار ورا ما صفي اذا عندك اختصارات غير على تختصر هنا أنا المهم ورا ما تحسبها شباب معادله يعني راح نشوف هنا عندك ال اي اتش اوفر 3 اعتقد الاريا طلعناها اي اتش اوفر 3 صحيح صح تمام وعندك هذا هو h over a تربيع في a أس 4 على 4 مهم تختصرها حتى تطلع قيمة ال x bar. طيب ال y bar اخواني شلون؟ ال y bar اجي اخذ شريحة في اي مكان معين هل سمعش بيه الشريحة مالتي اخواني؟ دي y وزي عرض ما يطلع شنو؟ x تمام ارجع اعيد من جديد احسب الاريا من جديد واحسب الواي بار من جديد واضح هي هاي اخوان فكره السنترويد هي هاي فكره السنترويد اول مره نحسب الاريا الاريا شو تساوي تكامل السمول اريا يعني انت شنو معناتها يعني انت من اخذت شريحه صغيرونه واخذت لها تكامل راح يغطي لك كل هاي المساحه راح يسوي لك هاي الاريا توتال تمام لان هو التكامل عمليه تكبير بعد ذلك راح تجي نفس القانون مال المعادله مال الاريا بس تضيف الاكس بار هنا وهنا تضيف الاكس طبعا او واي بار هنا واي هنا وتخلص المعادله